السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير، يومكم طيب. طبعا عرض جديد موجود داخل معرض سيتي 300 2015، لون أبيض، داخلية بيج، سيارة بجميع المزايا، فول أوبشن، بانوراما، بصمة، صالون بيج، لد أمامي، لد خلفي، بدي قدم تجيب الكامل. سيارة بسم الله ما شاء الله خالية من الخدوش. زواق فيها البروانتي أمامي بوفني، وفيها حتى البروانتي خلفي، بحكم أن أصلا بروانتياتها متغيرات، ولما جاي من أمريكا فيها ضربة من قدام وشوية في البروانتي خلفي. سيارة ممتازة، عيوب ما فيش حاليا، أمورها تمام باستثناء زواق بس، تنعطيكم رقم هيكلها. سيارة من داخل بسم الله ما شاء الله، أمورها تمام، كل شيء شغال، أمورها 100%، ماشية 92,000 بالضبط، داخلية ربي يبارك. هذه السيارة من داخل، زي ما قدامكم بسم الله ما شاء الله، بانوراما شغالة. طبعا سيارة مسجلة ليبيا، سيارة جوما جديدة تحتها. بخصوص سعرها 79,000 دينار ليبي، وحاجة بسيطة اللي ناوي يشتريها سهل، سعرها ممتاز جدا، واللي ناوي يشتريها ندير له سعر أفضل من سعر مذكور في الإعلان، حاجة بسيطة بعدين نحولها حاجة، بس السعر المبدئي لها تو حاليا 79,000 دينار. السيارة زي ما قلت لكم ماشية 92,000، ما فيهاش حاجة مؤشرة بعون الله. بسم الله، شاشة وكاميرا وداخليتها واستعمالها نظيف جدا، يعني ما فيش حتى حاجة فيها، ما فيش أثر استعمال داخلي في الداخل من داخل السيارة نهائيا. هذا هيك الكوادرو بس، ما فيش حاجة حارقينها، كل شيء شغال. طبعا لما جاي فيها أرباك ستيرس وردي لها أرباك ومنظومة وشغال، زي ما قلت لكم بخصوص أرباكها شغال. نعطيكم رقم الهيكل، طبعا سيارة من داخل بسم الله ما شاء الله، ومن خارج نفس الشيء، تشطيبها ممتاز وما فيهاش فرق لون، ما فيهاش حاجة مشينتها. هذا رقم هيكلها، طبعا ضربتها من قدام. الناس تحط لي في صور الضربة في التعليقات، ما فيش داعي لي، لأن أنا أعطيك رقم الهيكل، فأنت مش جايب حاجة من عندك، ولا أنا مدرق عليك حاجة، ولا لا أنت ولا غيرك. اللي بيشري أو رقم هيكلها عنده ويشوف يتفرج على السيارة، عجباتها هي تفضل هاي السيارة موجودة، ما عجبتكش عادي، ما فيش داعي، أنا عارفها ونعرف ضربتها، والناس اللي بتشري عارفين ضربتها. وهذا عرضنا لليوم بخصوص البنزا سي 300 2015. ويومكم طيب، ليلتكم طيبة، ونرجع نعودكم السعر تاني، 79,000 دينار وحاجة بسيطة، اللي ناوي يشتريها سهل، عرض ممتاز، عرض جميل جدا جدا، إن شاء الله ربي يبارك.